10 حاجات مصر لازم تعملهم النهاردة قبل بكرة، ما يستنوش لبكرة عشان نوقف مذبحة رفح. على الصعيد السياسي، الإعلان فورا عن تعليق اتفاقية كامب ديفيد، اتفاقية السلام ما بين مصر وإسرائيل. على الصعيد الدبلوماسي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، استدعاء السفير المصري من تل أبيب وطرد السفير الإسرائيلي من القاهرة. على الصعيد العسكري، بيان عسكري على لسان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية بيعلن أو بيأمر الاحتلال الإسرائيلي بوقف العملية العسكرية فورا في رفح لأنها تمثل تهديد على الأمن القومي. 2، إعلان القوات المسلحة المصرية بفتح معبر رفح وإدخال كافة المساعدات الإغاثية والإنسانية واستقبال الجرحى تحت إشراف القوات المسلحة المصرية، وعلى إسرائيل أن تفكر ماليا قبل قصف أي قافلة مساعدات هتدخل. على الصعيد الشعبي، فتح المجال العام لمظاهرات حاشدة في كل الميادين والمحافظات المصرية وزحف شعبي ناحية معبر رفح زي ما حصل في 2012. على الصعيد الاقتصادي، وقف التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية، السفن اللي بتطلع من بورسعيد ودمياط بتروح حيفا وأسدود، وكمان وقف اتفاقية الغاز. ورقم 2، ان احنا نعلن ان قناة السويس مش هيعدي منها اي سفينة رايحة للاحتلال الإسرائيلي.